بني القصر السلطاني أو قصر السلطان القعيطي في المكلا في العام 1925 على يد السلطان عمر بن عوض القعيطي ثالث سلاطين السلطنة القعيطية والمؤسس الفعلي والحقيقي لمدينة المكلا، حيث بنى السلطان عمر بن عوض القعيطي قصر السلطان بالإضافة إلى مبنى الماركيت ومسجد عمر في مدينة المكلا القديمة. يحتوي القصر على الكثير من الغرف والصالات والأروقة الكثيرة، وأبرز قاعة من قاعات القصر هي القاعة الحمراء. وقال إن التكوين أي تكوين القصر هو سر هذا الجمال الذي نراه في هذا القصر. فهذه شهادات من هؤلاء الرحالة الذين زاروا العالم كله ثم زاروا حضرموت وعجبوا بهذه التحفة، وكذلك غيره من الشعراء. يعد السلطان عمر بن عوض القعيطي سلطان الدولة القعيطية الحضرمية 1922 إلى 1936 الميلاد. هو رائد النهضة العمرانية في حضرموت، لأنه في عهده برزت هناك العديد من التحف المعمارية، لعل أهمها قصر السلطاني قصر المعين، وكذلك القصر الصيفي بغير البوازير الذي يسمى بالباغ، وأيضا مسجد أو جامع العاصمة المكلا مسجد جامع عمر، وكذلك السوق المركزي الماركيت بجانب البريد، وغيرها من الأماكن المعمارية التي كانت في عهد هذا السلطان. وكذلك في عهده توسعت مدينة المكلا عندما بنى قصره هذا في أطراف المدينة في الجهة الغربية، إذاناً باللي هو تواصل المدينة عمرانياً في تلك الجهة في مناطق الشرج وغيرها. بني القصر السلطاني أو قصر السلطان القعيطي في المكلا في العام 1925 على يد السلطان عمر بن عوض القعيطي ثالث سلاطين السلطنة القعيطية والمؤسس الفعلي والحقيقي لمدينة المكلا، حيث بنى السلطان عمر بن عوض القعيطي قصر السلطان بالإضافة إلى مبنى الماركيت ومسجد عمر في مدينة المكلا القديمة. القسم الآخر أو الجناح الغربي من القصر بناه سلطان صالح في فترة الأربعينيات. كان الجناح الشرقي الذي بناه سلطان عمر مقرا للحكم السلطنة القعيطية التي تحكمت بأجزاء كبيرة من حضرموت في فترة تقريبا من 1886 إلى 1967 بعد قيام الثورة عليهم. الجناح الغربي استخدم كمقر للسكن العائلة والخدم، وبناه سلطان في فترة الأربعينيات. أما الجناح الشرقي الذي نحن فيه الآن والذي يضم متحف المكلا وإدارة الهيئة العامة لآثار المتاحف، فبنى السلطان عمر في 1925. للسلطان عمر بن عوض القعيطي أملاك عدة في حيدر أباد الهند، ومنها قصر منيف يسمى بمعين شاه. وهذا القصر اللي هو معين أراد السلطان عمر أن يكون له نسخة أخرى منه في حاضرة ملكه في المكلا، فأتى بالخبرات الهندية البنائين الهنود إلى جانب الخبرات المحلية، وكذلك أتى بالمواد الخام لبناء هذا القصر
الأخشاب وغيرها، إضافة إلى كثير من متطلبات القصور أو متطلبات الراحة في القصور، حتى بلغت تكاليف بناء هذا القصر حوالي أكثر من 200,000 روبية. وطبعاً هذه الميزانية أو تكلفة بناء هذا القصر هي من ماله الخاص وليس من الميزانية العامة للدولة، كما أثبتت هذا الكثير من الوثائق العائدة إلى فترة عهد أو فترة بناء هذا القصر. يتكون القصر من 3 أدوار، وتحيط به مساحة واسعة أو ساحة كبيرة يحيط بها سور كبير. المنافذ الداخلة لهذا القصر هو بوابتان كبيرتان تقع على أطراف هذا السور في جهته الشمالية. وللقصر كما قلنا الطراز الذي حمله وهو الطراز العربي الهندي الإسلامي، طبعاً تميز بكثرة المداخل أو كثرة الفتحات الموجودة في هذا المبنى، سواء من الأبواب أو من النوافذ أو سواء كان من البرندات أو المشربيات الموجودة. طبعاً هذا للضرورة البيئية الموجودة، حيث يقع في مدينة المكلا المعروفة بطبيعتها الحارة أو مناخها الحار خاصة في فصل الصيف، وأيضا وجوده على ضفة ساحل بحر العرب، وبالتالي سوف يكون هناك يعني يتعرض إلى كثير من الرطوبة وغير ذلك. فكانت هذه الفتحات وهذه المداخل ضمن التصميم المعماري الذي أعطى لهذا القصر اللي هو مزيدا من الراحة، فتم بناؤه على هذا التصميم. القصر يتكون من 3 طوابق أساسية. الطابق الأول أو البيدروم ما قبل الطابق الأول ويحوي على غرف ومخازن. الطابق الثاني الذي يعد مدخل المتحف ويضم كما ذكرت صالتين أساسيتين لعرض المقتنيات المتحفية من عصور ما قبل التاريخ، العصور الحجرية والعصور البرونزية وعصور مملكة حضرموت، ويضم 3 غرف أساسية في الجانب البحري وأيضا 3 غرف أخرى في الجانب الآخر. يضم الطابق الأول مجموع 5 غرف مقسمة على صالتين أساسيتين. الطابق الثاني يضم 3 صالات عرض كبرى مفتوحة معدل 3 غرف، وهي بأصل 3 صالات عرض متحفية. نعم. أما الطابق الثالث فيضم 3 غرف تستخدم في الفترة الأخيرة لاستخدامات مركز الفنون الذي كان يحتل هذا الموقع، وهي الآن بعد الترميم ستكون بإذن الله مقر وصالات عرض مؤقت للمتحف. يحتوي القصر على الكثير من الغرف والصالات والأروقة الكثيرة، وأبرز قاعة من قاعات القصر هي القاعة الحمراء، وهي قاعة لاجتماع الحساسة في القصر، ويستضيف فيها السلطان المجلس السلطاني وكبار الزوار، وسميت القاعة الحمراء نسبة لأنها قاعة مهمة في هذا القصر. كذلك يتميز بأنه الخشب عنصر أساسي في بناء هذا القصر، فنجد أن الأخشاب التي استوردها السلطان عمر من الهند قد استخدمت في كثير من الأغراض في القصر، ليس فقط في الأبواب والنوافذ وإنما أيضا في
الدرج الصاعد في كل الأدوار، إضافة إلى المشربيات أو البلكونات والبلكونات المعلقة الخشبية والمشربيات، والتي أعطت نمط مميز لهذا القصر يتميز به عن غيره من القصور وأيضا المباني الموجودة في هذه المنطقة. القصر فيه كثير من المميزات، لعل أهمها وجود اللي هو البركة المائية أو المسبح السلطاني في الدور الثاني في هذا القصر. فلك الحرية أن تتخيل في سنة 1925 يكون مسبح في الدور الثاني في أحد القصور أو البيوت في هذه المنطقة بعيدة في جنوب شبه الجزيرة العربية. طبعا هذا يدل على مستوى الفخامة التي وصل إليها هذا الفن المعماري في حضرموت. نحتت لوحة كبيرة في أحد غرفه، هذه اللوحة تحتوي على رسومات لثلاثة من اللي هو السفن أو البواخر التي كان يمتلكها القعطة التي كانت تمخر عباب المحيط الهندي من حضرموت إلى الهند، وكانت موجودة على هذه اللوحة. طبعا لو زرت أنت القصر ستجد المصعد موجود، يعني يمكن تكون أول مصعد في شبه الجزيرة العربية، يعني ولذلك لأنه كانوا يعني بدل ما السلطان يلف يطلع من الطابق الأرضي للطابق الثاني والثالث، فهو قاموا بإيجاد مصعد من أجل سهولة الطلوع إلى أدوار القصر الثلاثة بالأحرى، وهو نكاد نقول يكون أول مصعد في شبه الجزيرة العربية بشكل عام. أيضا من المميزات الموجودة في هذا القصر هناك لوحة فنية أخرى، وهي عبارة عن سجادة طبعا تم صنعها بواسطة أحد النساجين والفنانين الفرس، وكانت عبارة عن إحدى ثلاث قطع موجودة من هذه السجادة، الأولى في أحد المعارض في باريس، والثانية في لندن، والثالثة في المكلا. ولكن للأسف هذه القطع الفنية الرائعة قد فقدت في أثناء حرب 94، وهي تقريبا عرضها مترين في 3 أمتار. هذا القصر يقع في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة المكلا، على لسان بحري ممتد حتى الجبل يسمى حاليا ببرع السدة، حيث كانت هذه المنطقة أو هذا الفضاء خارج اللي هو المدينة القديمة، مدينة المكلا القديمة. فعندما بنى السلطان عمر هذا القصر كان هو يمثل نهاية المدينة القديمة وأيضا بداية المدينة الجديدة، ليكون بذلك هو القصر محور ارتكاز للمدينة بشكل عام بين المدينة القديمة والمدينة أيضا الجديدة، إضافة إلى قربه من اللي هو ما يمكن أن نطلق عليه التجمع الحكومي من مبنى الاستشارية وأيضا المباني الحكومية الأخرى، والقصر السابق للسلطنة القعطية اللي هو حصن الشيبة، وإضافة إلى المسجد الكبير أو الجامع الكبير مسجد عمر أيضا اللي هو نسبة إلى هذا السلطان عمر بن عوض القعيطي. قصر المعين الذي بناه السلطان عمر بن عوض القعيطي سنة 1925 يعرف حاليا بالقصر الشرقي، لأن السلطان صالح بن غالب
بنى وأكمل الجزء الغربي من هذا القصر في الذي طبعا سلطان صالح هو الذي السلطان الذي أتى بعد السلطان عمر وحكم من الفترة من 1936 حتى 1956، وفي خلال هذه الفترة بنى اللي هو الجزء الغربي من هذا القصر ليكمل اللي هو هذه التحفة المعمارية التي تميز بها مدينة المكلا. طبعا هذه التحفة المعمارية لابد أن تقع عليها أعين الناس الذواقة لهذا الفن مثل الشعراء والرحالة وغيرهم، فكان هذا القصر موضوعا لكثير من الأشعار التي كانت تردد في هذا في هذه المنطقة. فيقول أحد الشعراء: يا حصن قصر المعين النايف المبني، لقوا بوابك مشاخص حمر وجنيهات. يقول شعر آخر: مدوا عليك الخيط يا قصر النعيم الغندرة، لقوا بوابك ساج ما لقوا بوابك باسكيل. وطبعا هو يعني في هذا البيت يقول انهم لقوا ابوابك ساج، يعني من خشب الساج، الخشب المستورد او الذي استورده السلطان من الهند، وهو خشب قوي معروف، ما ولم يعملوه من خشب الباسكيل وهو الأخشاب المشققة. فهو وضح اللي هو المادة أو أحد المواد الرئيسية الموجودة في بناء هذا القصر مثل ما ذكر هذا الشاعر. أيضا الرحالة الهولندي فاندر ميولين الذي زار حضرموت في أكثر من مرة في رحلته سنة 1931 عندما حل ضيفا على السلطان عمر، قال هذا الرحالة: إننا أمام لوحة جميلة معمارية تحيط بها اللي هو أشجار النخيل وكذلك جوز الهند والمانجو والباباي، وقد أعجب كثيرا بهذه التحفة. وقال إن التكوين أي تكوين القصر هو سر هذا الجمال الذي نراه في هذا القصر. فهذه شهادات من هؤلاء الرحالة الذين زاروا العالم كله ثم زاروا حضرموت وعجبوا بهذه التحفة، وكذلك غيرهم من الشعراء. القصر بشكل عام هو كان مقراً للدولة القعيطية الحضرمية. نحن لم لا نقول سلطنة ولا نقول دولة، لأن كان فيها مقومات الدولة بشكل عام، سواء الجانب القانوني، الجانب العسكري، الجانب الإعلامي، الجانب التجاري، الجانب العسكري، الجانب الموسيقي. ولذلك كان القصر بشكل عام مقراً للدولة القعيطية الحضرمية وسكناً للأسرة الحاكمة، لم يكن مقراً للسلطنة فقط ولكنه كان مقراً الدولة القعيطية الحضرمية وسكنا للأسرة الحاكمة. السلطنة القعيطية هي أحد السلطنات المحلية التي حكمت حضرموت، وتعد هذه السلطنة هي المؤسسة لمدينة المكلا الحقيقية. بعد سبقها الفترة الكسادية كانت مدينة المكلا موجودة، ولكن فترة ازدهار المكلا وتحويلها إلى عاصمة حقيقية هي فترة السلطنة القعيطية. كان السلطان عمر بن عوض القعيطي هو مؤسس مدينة المكلا، حيث بنى هذا القصر كمقر الحكم، وبنى مسجد جامع عمر كمقر. بإمكاننا القول أن هذا السلطان قد قام بتأسيس السلطة السيادية الدولة في القصر، والسلطة الدينية في المسجد، وأيضا قام ببناء الماركيت ناحية اقتصادية أخرى. فهذه المعالم الثلاثة المهمة في مدينة المكلا تعود إلى فترة السلطنة القعيطية. طبعاً السلطنة القعيطية لم تكن تحكم المكلا فقط، حكمت المكلا وأجزاء كبيرة من حضرموت، حتى امتد حكمهم إلى منطقة شبام حضرموت في الوادي. السلطان العلامة صالح بن غالب القعيطي أنتج فيلمين. الفيلم الأول هو فيلم عبث المشيب، ويتحدث عن سلبية زواج القاصرات
كبار السن من الـ من الـ من النساء الصغيرات، والفيلم لاقى استحسانا وروايا بين كثير من الناس، وهذا الفيلم انتج في الخمسينيات. فلما نجحت فكرة الفيلم الأول عاد السلطان إنتاج الفيلم، شجع السلطان بالأحرى على إنتاج الفيلم الثاني وهو العلم نور، ويتحدث الفيلم الثاني عن أهمية العلم في حياة الأمم والشعوب، وأنه باختصار الفيلم هذا يلخص أنه لا تتقدم الأمم والشعوب إلا بالعلم. لكن للأسف أنه نحن عندنا في العالم العربي مثل ما يقولون كلما جاءت أمة لعنت أختها، الأرشيف السلطاني كله حرق وأتلف من قبل الحكم الثوري الجديد، لا نريد أن نسمي مسميات ولكن نحن نقول الحكم الثوري الجديد، أتلف كل ما يتعلق بالأرشيف السلطاني، لأنه الأرشيف السلطاني وعنده وفق النظام البريطاني نظام الخزانة، ما فيش عنده وزارة المالية، يعمل في نظام الخزانة، حتى في الخزانة أتلفت هذه المحفوظات والوثائق. نظام الخزانة هو نظام مالي ونظام خزن للمعلومات، ولذلك لحد الآن لم نجد أي شيء ما يتعلق بهذين الفيلمين. كما ذكرت المتحف أو القصر عانى على جانبين، الجانب المبنى هو الذي تعرض لغياب الصيانة الدورية وعوامل التعرية والأمطار والموجة العواصف التي مرت بها البلاد، أيضا الرطوبة العالية القربة من البحر. هناك جانب آخر وهو جانب السرقات التي طالت مقتنيات المتحف. للأسف الشديد المتحف خلال تاريخه تعرض لعدة ولجملة من السرقات والنهب. لا يوجد هناك تقرير حقيقي مفصل لما تعرض له المتحف، ولكن مؤخرا بعد عودة الهيئة قمت بعمل تقرير تناولت فيه هذه السرقات، واعتمدت بشكل أساسي على البلاغات الورقية التي أرسلت إلى الجانب الأمني من الهيئة ومقرانا، أيضا على اعتماد شفوي من موظفي الهيئة وعلى بعض كبار السن من المكلف. تجري في هذه اللحظات وفي في أثناء اللقاء أعمال الصيانة للجناح الشرقي، وبإذن الله بعد 10 أشهر من اليوم سيظهر الجناح الشرقي الذي يضم متحف المكلا ومكتب الهيئة العامة لآثار المتاحف بحلته الجديدة البيضاء، وسيعود إلى سابق عهده في مشروع ترميمي على معايير جميلة وعلى معايير أثرية علمية، بالإضافة إلى معايير جمالية ووفقا لأمهر بناه المجلوبين من وادي حضرموت. في خلال 10 أشهر بإذن الله سيظهر المتحف بهذه الحلة البيضاء الجميلة، وسيعود مرة أخرى لمتحف المكلا ويفتح بعد صيانة الأجزاء الداخلية، سيفتح مرة ثانية أمام الزوار، مما يعود إلى حركة السياحة وحركة تطبيع الحياة في مدينة المكلا بعد سنوات مرت من الإهمال. وهذا المشروع، مشروع الترميم، منذ 70ات القرن الماضي لم يجري ولم يتم أي مشروع لهذا المبنى سوى مشاريع بسيطة ترقيعية عاجلة وسطحية لم تكن إلا فترة مؤقتة وانتهت. هذا المشروع هو مشروع الأول من نوعه، وبعد 10 أشهر بإذن الله من اليوم سيعود قصر السلطان أو الجناح الشرقي الجزء الآخر منه إلى سابق عهده في حلة بيضاء، يكسب القصر طابعه ويكسب المدينة معلما سياحيا جديدا. إن